اعتادت الأمة الإسلامية أن تنجب العظماء، هذه حقيقة أساسية، فلا تمر 100 عام من الزمان إلا ويولد مجدد لهذه الأمة، كما تولد العنقاء من رماد النار وتظل الراية مرفوعة حتى آخر الزمان، وأبطالها يولدون من كل أرض ويموتون كحضارة شامخة، ظفر الزمان فناها ولكن اسمها يبقى كشعلة لهب خالدة لا تطفئ حتى آخر يوم من قصة الأرض. سنروي لكم من هذه القصة المشرقة قصة الأسير الذي خلص الإسلام من الأسر، قصة الظاهر بيبرز الأمير الفهد. ذا بيبرز وكبر في منطقة تعرف حاليا بكازاخستان، وكان من الشرق الذي يعود أصلهم للقوقاز والقرم، ولم يعش بيبرز مع والدته لأنه خطف وبيع في أسواق بيع الرقيق، فاشتراه والي حماه الذي أعاد بيعه لتاجر بدمشق بسبب مشكلة عيناه، فقد كان يمتلك بيبرز عينان زرقاوان أحداهما أكشف من الأخرى. رأه الأمير علاء الدين البندخاري ثم ضمه الملك الأيوب الصالح نجم الدين أيوب لطاقم خدمته، أعجب به نجم الدين وأعجب بشخصيته الفازة وشجاعته وصوته القوي فأعتقه ومنحه لقب أمير. وفي يوم من الأيام كتب الله لبيبرز أن يضع بصمته الأولى في تاريخ كبطل، حيث ظهرت بطولته في معركة المنصورة عام 1250 ميلاديا حين حاصر القوات الكونتدي آرتو في أحياء مدينة المنصورة وقام بالقضاء عليهم جميعا. وبعد وفاة السلطان نجم الدين أيوب وتولي تورانشاه ابن الصالح أيوب الحكم، حيكت المكائد ضد توران، وثم تم تنصيب شجرة الدر كملك على مصر، ولكن هذا الأمر كان بداية لفتنة كبيرة. وفي عام 1254 ميلاديا دار صراع شديد بين الملك عز الدين أيبك وقائده القوات البحرية فخر الدين أقطال، وانتهى هذا الصراع بمقتل أقطال وهروب بيبرز مع باقي القوات البحرية تجنب انتقام أيبك، فهرب إلى الشام وكان ينتقل من إمارة إلى أخرى فيخالط الأمراء ويتعلم منهم، حتى لما دخل التتار إلى الشام وسقطت في أيديهم فعاد بيبرز إلى مصر والتي كان يحكمها في ذلك الوقت السلطان قطز. جمع قطز ما تبقى من القوات البحرية وأكرمهم وأحسن بيبرز وأعطاه منطقة قليوب وما يحيط بها وعينه وزير ورفع من شأنه وقدره، واتحد المسلمون بقيادة السلطان قطز والقائد بيبرز في معركة عين جالوت، وذلك في أكتوبر عام 1260 ميلاديا، وكان النصر فيها للمسلمين ونجح في إنقاذ الشام من التتار وتطهيرها منهم كليا. وبعد مقتل السلطان قطز رحمة الله عليه اجتمع المماليك اختيار الحاكم الجديد للبلاد. بعد قطز اقترح بيبرز كسلطان جديد ووافقوا المماليك على ذلك وتولي الحكم في نوفمبر عام 1260. تبع عليه حاكم مدينة دمشق وضم حمص وحلب وحماة وانفصل عن السلطنة من القاهرة، فذهب بيبرز إليه وتمكن من السيطرة عليه. وذلك تفرغ بيبرز بعد ذلك لتأمين الطريق الواصل بين مصر والشام، وعمل على تقوية وتطوير الأسطول البحرية، وقام ببناء المدرسة الظاهرية في دمشق عام 1277 ميلاديا، وبنى أيضا القناطير والسدود وحفر الترعة واخترع مقياس لمستوى النيل لكي ينهض بالزراعة والتجارة، وطور خدمة البريد لتعمل في التجارة والحروب، وأصلح الأزهر الشريف وأعاد الصلاة فيه، وقام بالعديد من الترميمات الواسعة في المسجد النبوي، واهتم بمسجد الخليل إبراهيم عليه السلام ومسجد قبة الصخرة وبيت المقدس، وأنشئ دار العدل وأصلح دار خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأقام التحالفات والمعاهدات مع عدد من الحكام والملوك من البلاد المحيطة بمصر، وحارب الصليبيين في الشام مما دفع قادة الصليبيين للصلح مع بيبرز خوفا من بطشه وقوته. يعتبر مسجد الظاهر بيبرز من أقدم المعالم الدينية والتاريخية بمحافظة القاهرة، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 676 هجريا وعام 1277 ميلاديا، وسمي بذلك نسبة إلى السلطان الظاهر ركن الدين بيبرز
الفندكاري الصالحي النجمي سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية. تتعدى مساحة المسجد 1000 متر على شكل مربع أو صحن، وتحيطه عرائس السمع التي تعرف بستب كرينيليشن، وله 3 مداخل كلهم من بارز، ويوجد بداخله النقوش والزخارف الإسلامية المعروفة بروعتها وجمالها، كما إنه لا يزال بقايا من الجامع وهي الأعمدة التي تتزين بالبوينتد آرشز. في الوقت الحالي يعد مسجد الأزهر بيبرس من ضمن آلاف الآثار المهملة التي كاد أن يمحو الزمن جمالها، حيث يحاط المسجد بالقمامة من جميع الاتجاهات، وكذلك المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي التي أغرقته وشوهت من عظمة رؤيته، وأصبح يسكنه الكلاب والحيوانات الضالة، كما عجزت الأجهزة عن تطويره وإنهاء الترميم الذي استغرق حتى الآن 5 سنوات، وتركت آثار الترميم من الخرسانات والأسمنت هي والحجارة المستخدمة في عمل بجوار سور المسجد في المشهد غير لائق حضاريا بالنسبة لمعلم أثري كبير كاد أن يمحوه معالمه الإهمال.